الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ أقباط مصر بعيد القيام المجيد. الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على أماكن متفرقة بغزة، وارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 34,600 شهيدة. بولندا تتوقع عدم مهاجمة بوتين أي دولة في الناتو، وروسيا تتهم الحلف بالاستعداد لصراع محتمل معها. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد. وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي كتب الرئيس السيسي: كل عام وأقباط مصر بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد، كل عام والمصريون هم القدوة والمثل في التآخي والتعايش، داعيا الله أن يديم على الوطن وحدته ويشمل أبنائه بحفظه ورعايته، وأن يمن علينا بالخير والبركة والازدهار. تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وجاءت تهنئة السيدة انتصار السيسي على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربت عن تمنياتها بأن تمر هذه المناسبة وكل أقباط مصر جميعا بخير وسلام. في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيقها للسياسة العقابية الحديثة، احتفل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الإخوة المسيحيين بقدس عيد القيامة المجيد بدور العبادة المسيحية الموجودة داخلها، والتي أنشأتها وزارة الداخلية تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار الحرص على إقامة الشعائر الدينية. تنساب ترانيم عيد القيامة المجيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث يقام قداس عيد القيامة داخل دور العبادة المسيحية المقامة بهذه المراكز، والتي صممت كمثيلاتها بالخارج لإقامة الشعائر وأحياء المناسبات الدينية. ويأتي إقامة القداس تزامناً مع إقامته بالخارج، وسط حضور من رجال الدين المسيحي للاحتفاء مع النزلاء، وفي إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان في السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية داخل هذه المراكز، والتي أحدث إنشاؤها نقلة نوعية في المنظومة العقابية في مصر ببرامجها التأهيلية والرعاية المقدمة للنزلاء. طبعاً شكراً للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكراً لقطاع الحماية المجتمعية على مشاركتهم معنا الأعياد في مواعيدها، فدي لمسة وتدي معايير مهمة جدا للإنسان إن حقوقه متكاملة. الموضوع بيفرق نفسيا مع النزلاء خالص، بيحس إن الدنيا بتبقى أفضل لهم شوية، بيحسوا إن هم موجود أكنهم يعني موجودين مع أسرهم يعني. بنشكر طبعا الدولة على مساعدتها وإسهامها، إنها بتحاول يعني تسعد كل إنسان موجود وكل نزيل موجود هنا في مراكز الإصلاح والتأهيل. وقدم شيوخ الأزهر التهنئة للنزلاء المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وهو تجسيد للنسيج الوطني الواحد الذي تنعم به مصر. نرضع الله عز وجل أن يحفظ مصر حكومة وشعباً مسلمين وأقباط من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وإرجاف المرجفين وخيانة الخائنين. وكل عام وحضراتكم بخير، ونتمنى لكم كل الخير. طبعا ده بيعكس روح المودة والمحبة والألفة بين شركاء الوطن جميعا، يعني أيا كانوا مسلمين أو مسيحيين. يعني فرحة كبيرة بين النزلاء لإقامة القداس بالتزامن مع إقامته بالخارج، ما يشعرهم ببهجة العيد الذي سيطرت أجواؤه على المكان،
بعد أن تم إعداده وتجهيزه لهذا الاحتفال الذي يسهم في تعزيز القيم الدينية والروحية لدى النزلاء ويسمو بالفكر والسلوك كأحد أدوات التأهيل تمهيداً لدمجهم في المجتمع. بجد أنا بشكركم جداً على تعبكم معنا النهاردة، أسعدتونا جامد قوي أنا وإخواتي. دي لفتة طيبة وأسعدتنا وغيرت نفوسنا للأفضل كل النزلاء وأسعدت كل الناس الموجودة، وبصراحة شكراً 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 على كل اللي بيحصل. وقام قطاع الحماية المجتمعية بتوزيع كحك العيد على النزلاء، وهو من إنتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. كما إن نزلائنا المسلمين جم عيدوا علينا بصراحة النهاردة، وكانت معايدة جميلة جداً، وما بتفرقش حاجه خالص عن الشارع، زي ما كنا هم بيبدلونا المواعيد واحنا بنبدلهم نفس المواعيدات برضه. بنشاركهم فرحتهم ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وشاركناهم كمان في الزينه والديكور اللي معمول في الكنيسه هنا، وحابين كلنا نحتفل مع بعض. دور العباده هي احد المتطلبات الاساسيه داخل مراكز الاصلاح والتاهيل لتقويم سلوكيات النزلاء، وهي بيئه مناسبه لاحياء المناسبات واقامه الشعائر الدينيه كأحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، والتي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. تحيا مصر. تحيا مصر. كل سنة والمصريين طيبين وبخير، وكل سنة طيبين. رؤية إصلاحية متكاملة وحديثة تطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تعتمد على الارتقاء بسلوكيات النزلاء الفكرية والدينية، وتتماشى مع المعايير الإنسانية لحقوق الإنسان، وتعتمد في أحد محاورها على إحياء المناسبات الدينية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. شارك في الاحتفال عدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة، وذلك في مشهد يعبر عن وحدة نسيج الوطن الواحد الذي يجمع أبناءه في الاحتفالات كافة. أجواء من المحبة احتفلت الكنيسة المصرية بقداس عيد القيامة المجيد، حيث انطلقت الاحتفالات من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد أن دقت الكاتدرائية أجراسها لتعلن بدء الصلوات والاحتفالات. الحقيقة هو دايما رسالة القيامة هي دعوة للانتصار على كل المعوقات. القيامة حسب الإيمان المسيحي هي الحياة من بعد موت، وهكذا الإنسان يواجه في حياته العديد من العقبات والمعطلات، وبيكون الإنسان دوما مطالب لكي يصل إلى أهدافه وغاياته أن يسعى بكل قوة ويجتهد ويتحلى بالصبر وبالإصرار. الكاتدرائية شهدت حضورا شعبيا كبيرا وامتلأت جنباتها بهم، حيث ساد المكان المحبة والود والحب، وحرص الكثيرون على الاحتفال بعيد القيامة المجيد داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد، عيد سعيد، وخريستوس أنستي، أليسوس أنستي، المسيح قام بالحقيقة قام. بقول كل سنة وكلنا طيبين، ومصر كلها وكل المسيحيين وكل مصر كلها تبقى بخير يا رب وسلام. كل سنة والبابا تودروس بألف خير وسلامة وصحة، وربنا يخليهن ويخلينا طبعا رئيسنا وحبيبنا السيسي يبارك لنا فيه وفي كل خطواته لينا. أمنيتي إن المحبة تبقى في مصر كلها، مسلم ومسيحي، نفسي المحبة تبقى زايدة أكتر. وكل سنة وانتم طيبين وربنا يخلي لنا البابا. طبعا يوم جميل، عيد القيامة ده عيد حلو قوي، وكلنا بنحب اليوم ده قوي، واتمنى طبعا إن البلد تبقى بخير وحلوة يعني. ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث شارك في الاحتفال عدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة في مشهد يعبر عن وحدة نسيج الوطن الواحد الذي يجمع بين أبنائه في الاحتفالات كافة. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. ترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
أوكدت رئية السيدة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر بحضور عدد من القيادات. هذا ويأتي عيد القيامة ليعلن الانتهاء من الصوم الكبير. هنا داخل كاتدرائية السيدة العذراء مريم الكاثوليك بمدينة نصر انتشرت أجواء من السعادة بقداس عيد الميلاد المجيد وسط حضور جماهيري وشعبي كبير. عيد القيامة هو يعني أساس للإيمان المسيحي، يسوع المسيح قام من بين الأموات، ومعنى القيامة هو انتصار على الموت، انتصار على الخطية، انتصار على اليأس، انتصار على الكراهية، انتصار على الإحباط. دي كلها معاني لعيد القيامة احنا بنعيشها كمان في الواقع اليومي بتاعنا، وبنكون حاملين للسلام والفرح وناشرين للسلام والفرح مع كل شخص بنتقابل معاه في كل مكان بنكون متواجدين فيه. صلوات واحتفالات وترانيم وحالة من الفرح مع دقات الجرائس، فالجميع هنا مسلمون وأقباط في مشهد واحد يؤكد على ترابط نسيج أبناء هذا الوطن. احنا متعودين بنيجي الكنيسة بالليل كل سنة، ده حاجة أساسية عن الأسبوع، ده كله أسبوع مقدس بالنسبة لنا، وده أول يوم بنعديه في الأسرة كده، وتاني يوم بنخرج مع العيلة كلنا مع بعض. دايما بحضر العيد في القاهرة وبعدين بنزل اسكندرية لأهلي هناك لماما وبيت العيلة، ونقضي اليوم مع بعض أنا وأخواتي، ويعني بيبقى يوم مميز. يعني هو القيامة، فرحة القيامة كلنا بنفرح بيها، فكلنا بنتجمع مع بعض بيبقى يوم جميل، يعني كلنا بنستناه من سنة. تمام، يعني بنيجي الكنيسة ونصلي ونروح بعد كده نفطر طبعا، ونعيد الصبح مع الحبايب. مرتبين هنطلع مع الحبايب كده، نقعد في الحديقة، ناكل فسيخ، مظبطين الدنيا يعني مع أصحابنا. شم النسيم أيوة، فبنطلع يعني بيبقى كويس إن احنا صايمين بقالنا 55 يوم، وبنطلع فسحة مع بعضينا وبناكل الفطار وكده يعني. يأتي عيد القيامة ليعلن انتهاء الصوم الكبير الذي يستمر في العادة 40 يوما، كما ينتهي أسبوع الآلام بسبت النور. عيد القيامة المجيد هو أحد أهم الأعياد المسيحية، ويرمز حسب رواية العهد الجديد إلى قيام المسيح من قبره وانتصاره على الأعداء والشر، فهو عيد يجسد في الوقت نفسه علاقات الأخوة والتراحم والترابط التي تجمع أبناء هذا الوطن الواحد. وكل عام وأنتم بألف خير. من داخل كنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر، محمد الخطيب، التلفزيون المصري. شهدت الكنائس المصرية احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد، وذلك وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور. وأقامت الكنائس قداس عيد القيامة المجيد، ورفع الأقباط الشموع، ورددوا التراتيل وسط حالة من الفرحة والسعادة. من شمال مصر وحتى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، تعالت ترانيم المصلين وعمت الاحتفالات في جميع الكنائس المصرية، وذلك خلال قداس عيد القيامة المجيد في أجواء احتفالية مبهجة. كل سنة طيبين، وبمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، بنقول للشعب المصري كل سنة والشعب المصري بخير، كل سنة ورئيسنا عبد الفتاح السيسي بخير، ومصرنا الحبيبة والدول العربية والدول الأجنبية، بنقول لكل العالم أجمع كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد. النهاردة بنحتفل كلنا مع بعض بعيد القيامة المجيد، وعيد القيامة ده هو العيد الكبير عند الأقباط وعند كل المسيحيين، أكبر الأعياد في الكنيسة، فكلنا بنحتفل مع بعض، وهي مناسبة مفرحة جدا. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا كلنا وعلى مصر كلها. ان هو مش جديد على المصريين الحب والالفه اللي بينا، والنهارده احنا جايين طبعا بنهني اخواتنا المسيحيين كعادتنا كل سنه، بنهنوهم وبيهنونا لان احنا كلنا نسيج واحد. ترانيم الاحتفال تملا الاجواء فرحه من الجميع بقدوم العيد، كما ان مظاهر احتفال المصريين تاتي تذكيرا بالامن والامان الذي ينعم به الجميع، وتاكيدا على معاني الفرح والترابط الشعبي بين المصريين. إن شاء الله احنا جينا بكوكبة من علماء الوعظ إن شاء الله عشان نهني إخواننا المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا سعادتنا ومحبتنا في الدنيا والآخرة. طبعا لنا شرف أن نتواجد النهاردة مع بصحبة رجال الدين الإسلامي، مع رجال السياسة ومحافظ بورسعيد، لنهني الإخوة للأقباط في عيدهم بالعيد القيامة المجيد. محيط الكنائس في جميع المحافظات شهد حالة من الفرح والسرور، حيث توافدت الأسر والأطفال لالتقاط الصور التذكارية والتعبير عن سعادتهم باستقبال العيد.
غزه اتدمرت ما قالش حاجه. أعلنت حركة حماس الفلسطينية حرصها على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط للمراحل ينهي العدوان الإسرائيلي ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى الفلسطينيين. في بيان للحركة، حمل رئيس حركة حماس إسماعيل هنية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية اختلاق مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لمطالب حركة حماس بإنهاء الحرب في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين. وأضاف نتنياهو أن ذلك سوف يسمح ببقاء الحركة في السلطة ويشكل تهديدا لإسرائيل، مضيفا أن إسرائيل لن تقبل شروطا تصل إلى حد الاستسلام وستواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب. استشهد وأصيب العشرات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ومنطقة الزويدة ومخيمي المغازي والبريج ودير البلح وحي الزيتون بقطاع غزة. في غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال قد ارتكب 3 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 29 شهيدا و110 مصابين، وذلك خلال الساعات 24 الماضية. كما أشارت أيضا إلى أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي قد ارتفعت لتسجل 34683 شهيدا، بالإضافة إلى 78,018 مصابا. وقد ذكرت السلطات الصحية في غزة أنه لا يزال هناك الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. من جهتها، أعلنت إدارة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أن المستشفى يعاني من نقص كبير في السولار الذي إذا لم يتوفر خلال 72 ساعة فستكون هناك كارثة صحية كبيرة. تسببت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والمستمرة والتي تدخل شهرها الثامن بدمار كبير في المرافق الخدمية. ومع انتشار النفايات ومياه الصرف الصحي وارتفاع درجة الحرارة، تزايدت الأمراض المعدية بين النازحين الذين يشكون من عدم قدرتهم على العيش داخل الخيام مع ارتفاع درجات الحرارة. ما زالت معاناة أهالي غزة تتزايد يوما بعد الآخر، فالعدوان الإسرائيلي على القطاع الذي يدخل شهره الثامن لم ينتهي باستشهاد وإصابة الآلاف، بل من يعيش في قطاع غزة تواجهه الكثير من العقبات، حيث الركام والدمار في كل مكان، مما أدى إلى نزوح الأهالي للخيام. فهذا النهر من مياه الصرف الصحية الناجمة عن خطوط الأنابيب المدمرة. فالتلوث طبعا فيه تلوث المياه، المياه اللي بيستخدموها للحمام والاستحمام والغسيل. هذه طبعا ظهرت أمراض منها اللي هو أمراض الطفح الجلدي وأمراض اللي هو الجرب وأمراض جلدية أخرى. وفي طبعا كمان في اللي هو تلوث المياه الشرب اللي أدت إلى ظهور نزلات معوية شديدة وإسهالات مع الأطفال وعياءات. لا راحة للأهالي رغم النزوح، فالتلوث ينتشر في القطاع بسبب الدمار الكبير في المرافق الخدمية، حيث انتشار النفايات ومياه الصرف الصحي وتراكمها بين خيام النازحين. ولهذا تزايدت الأمراض المعدية بين النازحين الذين يشكون من عدم قدرتهم على العيش داخل الخيام مع ارتفاع درجات الحرارة. والخيام هذه نار الله الموقدة يعني، وكأنه إحنا قاعدين في بين صلبة نار، شايف كيف؟ وبعدين هذه المجاري اللي موجودة عندنا حالياً، هذه المجاري سببت للأولاد الصغار وللكبار
أمراض جلدية. وفضلا عن هذا كله، الجوع الذي يمثل ضيفا ثقيلا على الأهالي وسط صعوبة وصول المساعدات للقطاع، مما يزيد معاناة الأهالي مع وفاة الأطفال وزيادة انتشار الأوبئة. ومع تفاقم الأوضاع في غزة كل ساعة واستمرار تزايد المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية الكارثية التي تتكشف في القطاع، تحذر منظمات حقوقية عديدة من العواقب المميتة للنقص الحاد في الغذاء والدواء، وذلك في قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة والمجاعة على حد سواء. حذرت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية من أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن أي عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية ستأتي بنتائج محدودة وثمن باهظ سيدفعه الجيش من القتلى والجرحى في صفوفه. في تقرير لها ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الدمار والقتل الذي سيقع في المدينة وفي محيطها سيولد رد فعل غير مسبوق من حكومات العالم والمجتمع الدولي. استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولات عرقلة عمل الجامعات الفرنسية على خلفية المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين واعتصام الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، معتبرا أن منع النقاش لن يساعد في حل النزاع. وأيد الرئيس الفرنسي فكرة تدخل الشرطة وإخلاء مواقع اعتصام الطلاب بداخل الجامعات بناء على طلب المؤسسات. ونظمت في الأيام الأخيرة العديد من التجمعات والاعتصامات الداعمة لفلسطين في مبان جامعية تابعة لمعهد العلوم السياسية وفي جامعات فرنسية أخرى، ما أدى في بعض الحالات إلى تدخل قوات الأمن لإخراج الطلبة المعتصمين داخل المؤسسات الجامعية. اعتبرت النائبتان الأمريكيتان الديمقراطيتان إلهان عمر وكوري بوش أن ردود فعل الشرطة على الاحتجاجات المستمرة المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات تشبه مسبحة ولاية كانت عندما فتح الحرس الوطني في هذه الولاية النار على المناهضين لحرب فيتنام قبل 54 عاما. جاءت المقارنات في عقاب تقارير تفيد بأن ضابط شرطة في نيويورك في وحدة خدمة الطوارئ قد أطلق رصاصة عن طريق الخطأ أثناء إخلاء مبنى جامعة كولومبيا من الطلاب الداعمين للقضية الفلسطينية. اعتصم طلاب جامعة ترينيتي كوليدج في أيرلندا احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك في محاولة للضغط على إدارة الجامعة لقطع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات بإسرائيل. هذا وقد شهدت الجامعات في عدة دول أوروبية وأمريكية احتجاجات واسعة، حيث اعتقلت الشرطة في الولايات المتحدة 25 على الأقل من الطلبة المحتجين دعما لفلسطين، وأزالت مخيم اعتصام في جامعة فيرجينيا. يوما تلو الآخر تتعالى الأصوات لدعم غزة، فالبارحة الولايات المتحدة وفرنسا، واليوم سويسرا وبولندا وأيرلندا. ففي كل حدب في العالم تتحول الجامعات إلى ساحات للاعتصامات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يقترب من 7 أشهر. في أيرلندا اعتصم طلاب جامعة ترينيتي كوليدج
احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في محاولة للضغط على إدارة الجامعة لقطع العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات بإسرائيل. الاعتصام الطلابي أجبر الجامعة على غلق معرض كتاب كيلز، أحد أهم عناصر الجذب السياحي في أيرلندا. أما جامعة لوزانا السويسرية فقد سيطر نحو 100 طالب على مبنى وقدموا عدة مطالب من بينها إنهاء التعاون العلمي مع إسرائيل. كما نظمت احتجاجات مؤيدة وداعمة لفلسطين في عدة جامعات في أستراليا وكندا ليتواصل الضغط الطلابي العالمي لدعم غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وبالرغم من التشديدات الأمنية تتوسع التعبئة الطلابية داخل الجامعات في عدد من الدول تضامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ونصرة للقضية الفلسطينية. وصفت صحيفة ذهل الأمريكية حزمة المساعدات العسكرية التي أقرها الكونغرس بقيمة 95 مليار دولار وتشمل تقديم دعم عسكري لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان بأنها كارثة أخلاقية وإنسانية. وأضافت الصحيفة أنه ما لم تعترف الولايات المتحدة بالانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل وتحجب تلك المساعدات فإن تلك الأموال سوف تساعد الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر على مواصلة هجومه على شعب غزة. وأضافت الصحيفة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في مقتل أكثر من 34 ألف شخص في غزة معظمهم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الأسلحة الأمريكية لعبت دوراً رئيسياً في هذا الدمار. استقبل مطار العريش الدولي طائرات مساعدات بلجيكية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة. صرح مصدر مسؤول بمطار العريش أن الطائرة تحمل على متنها 88 طنا من المستلزمات الطبية، مضيفا أن إجمالي عدد الطائرات حتى اليوم بلغ 756 طائرة، منها 616 طائرة مساعدات إضافة إلى 140 طائرة وقود. تبذل مؤسسة حياة كريمة جهوداً مكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من أجل تخفيف وطأة المعاناة على الشعب الفلسطيني. حياة كريمة واصلت أيضاً عملها بالتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية ومنها مؤسسة الرباط التركية، حيث تم توفير 29 شاحنة من الدقيقة للمساهمة في تشغيل أفران الخبز في غزة. وللمزيد من التفاصيل انضم إلينا من أمام معبر رفح الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم التغطية المستمرة في الجهود المصرية لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. نتواجد من أمام معبر رفح نرصد لكم حركة دخول المساعدات الإنسانية. نتابع مع حضراتكم في هذه الصورة دخول شاحنات لمؤسسة حياة كريمة، وهو التعاون الأول الذي يتم بين مؤسسة حياة كريمة والمنظمات الدولية غير الحكومية. هذه يعني شاحنات نتحدث عن 29 شاحنة بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة رباط التركية. هذه الشاحنات محملة ب 658 طن من الدقيق. هذه الشاحنات تتجه مباشرة إلى منفذ كرم أبو سالم للدخول لدعم الأشقاء الفلسطينيين. هذا التعاون يأتي في إطار المجهود المستمر لمؤسسة حياة كريمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع
غزة في تجهيز أكبر عدد من القوافل الإنسانية والمساعدات الإنسانية المختلفة للدخول لدعم الأشقاء هناك. وهذا التعاون أو هذا المجهود لم يكتفي فقط على التجهيز المحلي وهي إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولكن أيضا تطور هذا التعاون للدعم الدولي لدعم الجهود الإغاثية الدولية مع مؤسسة رباط التركية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هذه الشاحنات تكمن أهميتها في دخول أطنان الدقيق لتشغيل أفران الخبز داخل قطاع غزة، لأنكم تعلمون أن قطاع غزة بحاجة كبيرة إلى توفير رغيف الخبز وأيضا توفير الاحتياجات الغذائية نظرا لنقص الغذاء هناك. فبالتالي مؤسسة حياة كريمة لا تتخر جهدا في إرسال المساعدات الإنسانية المستمرة المختلفة داخل قطاع غزة، بالإضافة بالطبع إلى دخول شاحنات الوقود واستمرار معبر رفح في استقبال الجرحى والمصابين وتقديم كل الخدمات الصحية المختلفة لهم. هذه هي الصورة، والآن عودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو. قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكوركسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يهاجم دولة عضوا في حلف شمال الأطلنطي، وذلك في إشارة إلى بلاده التي تدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. وأعرب عن ارتياحه لموافقة الكونغرس الأمريكي أخيرا على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى صواريخ مضادة للطائرات لحماية محطات الطاقة وبنيتها التحتية. قال مستشار الأمن الأمريكي جيك سوليفان إن أوكرانيا سوف تطلع أو سوف تشن هجوم مضاد جديد في عام 2025 بعد حصولها على 61 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمساعدتها على منع روسيا من تحقيق مكاسب إضافية. وفي تصريحات له رجح سوليفان تحقيق روسيا تقدما في الفترة القادمة في ساحة المعركة، وذلك على الرغم من حزمة التمويل الأمريكية الجديدة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي، وذلك لصعوبة قلب الأمور على الفور، مؤكدا في الوقت ذاته أنه من المساعدة الجديدة من واشنطن ستكون لدى كييف القدرة على الصمود وضمان مقاومة أي هجوم روسي، وذلك على مدار عام 2024. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قمة السلام العالمية ستعقد وستكون ناجحة، وذلك بغض النظر عن محاولات تعطيلها. وقمة السلام العالمية هي اجتماع دولي يعقد في سويسرا على مستوى قادة الدول المشاركة في صيغة السلام الأوكرانية يومي 15 و16 من يونيو المقبل، وذلك لبحث عدد من القضايا على رأسها الأزمة الأوكرانية. Критичні для агресора сектори економіки, чутливі для терористів схеми. І кожне санкційне рішення має працювати. أصدرت روسيا مذكرة بحث بحق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دون الإعلان عن دوافعها. من جانبها استنكرت الخارجية الأوكرانية بيان روسيا قائلة إن الإعلان لا قيمة له. الرئيس الأوكراني مطلوب بموجب مادة من قانون العقوبات، هكذا أصدرت روسيا مذكرة بحث بحق فلاديمير زيلينسكي دون الإعلان عن دوافعها وفقا لإشعار نشر على موقع وزارة الداخلية. الخارجية الأوكرانية على الفور ردت عن رئيس دولتها قائلة إن الإعلان لا قيمة له، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الرئيس الروسي نفسه فلاديمير بوتين كان قد صدرت بحق مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا. موسكو من جانبها أصدرت مذكرات بحث بحق قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر بافليوك والرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو
وفق ما جاء في قاعدة البيانات الروسية، كما أن قائمة المطلوبين من قبل موسكو طويلة وتشمل شخصيات روسية وأجنبية وخاصة أوكرانية. وعلى الأرض تشتد المعارك الضارية فضلا عن دخول ما يبدو جهات أخرى على خط المواجهة مع روسيا. في هذا الإطار قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن التدريبات العسكرية التي يجريها حلف شمال الأطلنطي على مدى 4 أشهر قرب حدود روسيا دليل على أن الحلف يستعد لصراع محتمل معها. ومن المقرر أن تختتم التدريبات وهي أكبر مناورة لحلف شمال الأطلنطي منذ الحرب الباردة خلال شهر مايو. ونفت زاخاروفا اتهامات الحلف لروسيا قبل أيام بالتورط في هجمات إلكترونية على الدول الأعضاء به، قائلة إن تلك المعلومات تهدف إلى صرف الانتباه عن أنشطة الحلف. الخارجية الروسية رأت كذلك أن حلف الناتو هو الذي يشن حربا بأساليب مختلفة على روسيا من خلال دعم أوكرانيا بالسلاح والمعلومات المخابراتية والتمويل. وتصاعد العداء في العلاقات بين روسيا والغرب إلى ذروته منذ عقود بعدما شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في عام 2022. أعلنت موسكو أن الخط العدائي حسب وصفها للدول البلطيق قد أدى إلى قطع معظم علاقاتها مع روسيا، محذرة من أنها سترد بإجراءات غير متماثلة، في إشارة إلى عواصم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. وكان حلف شمال الأطلنطي قد أعلن الأسبوع الماضي أن إستونيا اتهمت روسيا بانتهاك قواعد المجال الجوي الدولي بالتدخل في إشارات لنظام تحديد الموقع العالمي GPS، مضيفاً أن دول البلطيق من بين الدول التي تشعر بقلق عميق إزاء الأنشطة التي تصفها بالتجسس الروسي. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه تم تسجيل 95 اشتباكا على الخطوط الأمامية خلال 24 ساعة الماضية، حيث صدت القوات الأوكرانية معظم الهجمات الروسية في قطاع أفيدفكا. هذا وقد أشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن القوات الروسية قد نفذت 5 ضربات صاروخية و69 غارة جوية و74 هجوما بصواريخ من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان. أضافت الهيئة أن الجيش الروسي قد هاجم أوكرانيا ب24 طائرة بدون طيار خلال الليل، أسقطت الدفاعات الجوية 23 طائرة منها. يتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى باريس في زيارة نادرة لفرنسا تستغرق 2 يوم، وستتضمن اجتماعاته الرسمية محادثات مشتركة مع ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين. وقال مستشار في الإليزي قبل زيارة شي جين بينغ الأولى له إلى أوروبا منذ 5 سنوات إن على فرنسا أن تواصل حث السلطات الصينية على منح المزيد من الضمانات بشأن القضايا التجارية. ندد المستشار الألماني أولاف شولتز بالاعتداء على أحد نواب حزبه في البرلمان الأوروبي، واصفا الأمر بأنه تهديدا للديمقراطية بعد اشتباه المحققين بوجود دوافع سياسية. ووقع الهجوم في مدينة دريسدند شرق ألمانيا، واستهدف ماتياس إيكا المرشح الرئاسي أو الرئيسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في منطقة ساكسونيا والانتخابات الأوروبية في يونيو، وهو ليس الأول الذي يستهدف سياسيين في البلاد في الأشهر الأخيرة. قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ إن الجهود الأمريكية الرامية إلى تشكيل لجنة جديدة لمراقبة العقوبات المفروضة على بلاده ستبوء بالفشل. تأتي تصريحات كيم سونغ بعد استخدام روسيا حق النقد الفيتو في مارس، وهو ما أنهى فعليا مراقبة الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب سعيها لمواصلة برامجها النووية. تقول سول وواشنطن إن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون يشحن
يشحن أسلحة إلى روسيا على الأرجح في مقابل مساعدة موسكو الفنية لبرنامج بيونغ يانغ للتجسس عبر الأقمار الصناعية. تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالتعاون مع دول أمريكية أو دولة أمريكا الجنوبية لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك تغير المناخ والتفاوت الاقتصادي. وأكد كيشيدا في ختام جولته اللاتينية أن اليابان قررت تقديم أموال لبرنامج يهدف إلى الحفاظ على غابات الأمازون في البرازيل والتي ينظر إليها على أنها رئة العالم. وأيضا أضاف كيشيدا أن اليابان ستواصل تعزيز البنية التحتية عالية الجودة وغيرها من مشاريع التعاون الاقتصادي المستدام مع التركيز على البيئة وحقوق الإنسان. أعلنت السلطات البرازيلية أن ما يقرب من 70,000 شخص قد اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأن أكثر من 1,000,000 مسكن بات بلا مياه بسبب الفيضانات المدمرة التي تضرب جنوب البرازيل منذ أيام. بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ريو غراندي دو سول بجنوب البرازيل 55 شخصا فضلا عن 74 مفقودا و107 جرحى بحسب الدفاع المدني. وأعطت السلطات توجيهات بإخلاء بعض نواحي مدينة بورتو أليجري عاصمة الولاية البالغ عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة والتي تتلاقى فيها مجاري مياه عدة. وأعلن مطار بورتو أليجري الدولي وقف جميع الرحلات الجوية لأجل غير مسمى. أعلنت كينيا وتنزانيا حالة التأهب القصوى لمواجهة الإعصار هدايا الذي يهب بعد أسابيع من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت أجزاء من شرق إفريقيا وأودت بحياة أكثر من 400 شخص. ومن جانبها أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها الكبير لمصير آلاف اللاجئين في بوروندي وكينيا والصومال وتنزانيا وذلك بسبب التساقط الغزير للأمطار. أمطار غزيرة ورياح عنيفة شهدتها المناطق الساحلية في كل من كينيا وتنزانيا بسبب الإعصار هايديا الاستوائي. دائرة الأرصاد الجوية الكينية أعلنت أن آثار الإعصار ظهرت قبالة الشاطئ مع رياح تجاوزت سرعتها 75 كيلومتر في الساعة وأمواج تتخطى المترين. الرئيس الكيني ويليام روتو وصف توقعات الأرصاد الجوية في البلاد بأنها فظيعة وأرجى إلى أجل غير مسمى إعادة فتح المدارس التي كانت مقررة الاثنين القادم. كذلك أمرت وزارة الداخلية الأشخاص المقيمين قرب الأنهار الكبيرة أو قرب 178 سدا أو خزانا ممتلئا بالكامل أو جزئيا بالابتعاد عن المنطقة خلال 24 ساعة. وفي تنزانيا طلبت هيئة الأرصاد الجوية من السكان المقيمين في مناطق الخطر والعاملين في المجال البحري باتخاذ أقصى الاحتياطات. إلى ذلك أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها الكبير لمصير آلاف اللاجئين في بوروندي وكينيا والصومال وتنزانيا بسبب التساقط الغزير للأمطار. منطقة شرق أفريقيا معرضة بشدة لتغير المناخ وتفاقم هطول الأمطار فيها هذا العام وذلك بسبب ظاهرة إلنينو المناخية الطبيعية والمرتبطة عادة بارتفاع حرارة الأرض وتسبب الجفاف في بعض أنحاء العالم وأمطارا غزيرة في أماكن أخرى. شاركت مؤسسة حياة كريمة بالغربية الإخوة الأقباط فرحتهم في عيد القيامة المجيد وذلك بكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بقرية صنباط بمركز زفتة أحد المراكز التي تشهد أعمال حياة كريمة. حرص متطوعو حياة كريمة على توزيع الحلوى على الأطفال بالكنيسة إلى جانب المشاركة في الفقرات الفنية والثقافية في المسرح داخل الكنيسة.
لا تغيب مؤسسة حياة كريمة عن كل ما يهم المصريين مسلمين ومسيحيين، وفي إطار دورها المجتمعي شاركت المؤسسة بالغربية الإخوة الأقباط فرحتهم في عيد القيامة المجيد، وذلك بكنيسة الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة بقرية صنباط مركز زفتة. بيشرفنا السنة دي مؤسسة حياة كريمة أن هي موجودة في وسطينا. امبارح قدموا وجبات طازة للناس اللي هم المحتاجين واللي هم غير قادرين على عمل فطار، وتوزع فعلا عن طريق الكنيسة، توزعت الحاجات دي للمحتاجين، فهم شاركونا في العيد السنة دي. فرحانين جدا النهاردة بأجواء العيد المختلفة عن كل سنة. معنا مؤسسة حياة كريمة شاركتنا فرحة العيد، زي ما حضراتكم شايفين الرسم على وشوش الأطفال وبالونات وشوكولاتات وهدايا العيد. صراحة العيد مختلف السنة دي جدا. ومشاركة للأطفال في فرحتهم، حرص متطوع حياة كريمة على توزيع الحلوى والهدايا على الأطفال، كما ساهموا في الفقرات الفنية والغنائية والثقافية التي أقيمت على مسرح الكنيسة. قرية صنباط هي قرية من قرى حياة كريمة اللي تم عمل فيها كل خدمات البنية الفوقية والتحتية. النهاردة كمان بنكمل مشوارنا مع أهالينا وبنكمل فرحتهم وبنكمل إحنا كمان فرحتنا وسعادتنا في وسطهم. يمكن لما قالوا لنا احنا نحتفل كمؤسسة حياة كريمة مع أهالينا الأقباط زي ما كنا بنعمل مع أخواتنا المسلمين سواء في رمضان أو في عيد الفطر أو عيد الأضحى، احنا برضو على مدار اليومين عملنا وجبات سخنة حوالي 1250 وجبة هنوصلهم لأهالينا اللي هم الأكثر استحقاقا. النهاردة طبعا احنا جايين نشارك أخواتنا الأقباط ونقول لهم كل عام وأنتم بخير وسعداء، ونازلين النهاردة بكافة الأنشطة، بتوزيع البلالين، توزيع الشوكولاتة، بالرسم على وجوه الأطفال عشان خاطر إن احنا نفرحهم. مبسوطين جدا جدا حياة كريمة معانا ومشاركينا في احتفالاتنا، مش من النهاردة بس، من امبارح كمان ما سبناش ولا لحظة، جم النهاردة من بدري جدا من قبلنا كمان. أهل قرية صنباط يحرصون على مشاركة إخوتهم الأقباط بفرحة العيد والقدوم للكنيسة للتهنئة. إحنا بنشكر حياة كريمة حبيب إن هي بتتعب معانا في هذه الأيام، وربنا يعوض تعب محبتهم. الحقيقة بتتعبوا كتير وربنا يبارك في حياتهم. أبونا إسحاق كاهن كنيسة الشهيدة رفقة هنا في صنباط. الأعياد بتاعتنا بتعتبر أعياد مشتركة كلها، ما يتبقاش في حاجة للمسيحيين، لأنه كلها أعياد للمصريين. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الإخوة المسيحيين من اليوم بقول لك ما تعاملنا معاهم ما فيش أي غضاضة بينه من بعض، وتحاول كتير قوي الحمد لله رب العالمين تخطى كل العقبات اللي عدت على مصر، والحمد لله. أنا بقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. التناغم في نسيج المجتمع المصري تتجسد أبهى صوره في مظاهر الاحتفال، حيث تربى الجميع على الاحتفال بالأعياد سواء الإسلامية أو المسيحية. أكدت الحكومة أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وأضافت الحكومة أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة ب 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي ب 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي ب 293 مليار جنيه، والبحث العلمي ب 140 مليارا و100 مليون جنيه. كما أكدت الحكومة أنه تم تخصيص 635 مليارا و900 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد، وذلك مقارنة ب 532 مليارا و800 مليون جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي الحالي بمعدل نمو 19.3%. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد. الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على أماكن متفرقة بغزة، وارتفاع الحصيلة لأكثر من 34,600 شهيد.
بولندا تتوقع عدم مهاجمة بوتين أي دولة في الناتو، وروسيا تتهم الحلفة بالاستعداد لصراع محتمل معها. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. تحية لكم وكل عام وأنتم بخير.